ضغط مستمر للتراجي مع بداية المباراة والتنويع واضح بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى. ينطلق منتصر تريكي، رشاد العرفاوي، جول اول للترجي الرياضي التونسي. عمل ممتاز من رائد الفادع من الجهه اليمنى، تمريره بينيه ورشاد العرفاوي يتمكن من افتتاح باب التسجيل. قلت وتحدثنا كوتش انه العمل كبير على مستوى الاطراف وياتي الهدف وذكاء كبير حتى على مستوى الانهاء للاعب رشاد العرفاوي. نشوف العمل الكبير، منتصر تريكي يمشي من الجهه اليسرى لدافيد كوفين، انتظر العرضيه، دافيد يمشي بها الى محمد امين بن حميد، العرضيه جول على هدف ثاني للترجي الرياضي التونسي. يعني عمل جماعي كبير كوتش في الكره الاخيره، شفنا دافيد كوفي يمشي بها بن حميده، العرضيه والانهاء جميل في اللقطه الاخيره، وهدف ثاني للترجي الرياضي التونسي. عمل كبير وعمل جماعي جميل للترجي، عمل من اعلى طراز، لاكسيون بدات من الوسط مشات لليمين.